غابت سنة ورجعت بثلاثة في تلت الثلاثة، النجمة غادة عبد الرازق في تفاعلكم، ومؤلفة المسلسل ترد على الجدل حول القصة. وبعد انتهاء الهرشة السابعة الجمهور كله بيسأل محمد شاهين ظالم أم مظلوم؟ أهلا بكم. من بعد غياب عن الموسم الرمضاني السابق بتعود النجمة غادة عبد الرازق لتخوض السباق الرمضاني بقوة ضمن مسلسل تلت الثلاثة، وهو من الأعمال اللي انطلقت من نص الشهر. وفي المسلسل غادة عبد الرازق طالعة ثلاثة في واحد، تلعب دور ثلاث شخصيات، فريدة، فريال، وفرح، وهم ثلاث أخوات توأم، كل واحدة فيهم بتعمل في مهنة مختلفة وبتصير معهم أحداث مثيرة. ومن أول الحلقات بدأ التشويق على طول. فريدة اكتشفت خيانة زوجها اللي بعدها دبر لها مكيدة عشان يتخلص منها، لكن كانت الضحية أختها فريال، وبدأت الأحداث. اتنين مفلسين قتلين قتلة خلصوا على بعض. ولا نعقل كده ونكمل بقية اتفاقنا؟ الميتين لا يمكن يصحوا، لكن العايشين ممكن ينتابوا. السكينة دي ما بتقطعش اللحمة كويس. أنا مش ضعيفة زيك، وعمري ما سبت راجل يتحكم في حياتي. ومع أنه المسلسل انطلق من كم يوم بس، لكن الأصداء حقيقة بادئة وبقوة، وردود الأفعال بتشيد في المسلسل واللي جلسة بتقدمه أو بيقدمه غادة عبد الرازق في ثلاث شخصيات. ومعنا من القاهرة النجمة غادة عبد الرازق. أهلا فيك معنا يا غادة، وكل عام وأنت بألف خير ومنورة في رمضان. وأنت بالصحة والسلامة يا رب حبيبتي. المشهد اللي احنا عرضناه الآن آخر شيء يعني صار ترند على السوشيال ميديا، والناس صارت كلها تبعته. يعني طبعا هي فكرة يعني جهنمية جهنمية جهنمية. أنا حابة أعرف منك أنت يا غادة، إيش أحسن حل التعامل مع الخاين؟ بصي والله أنا يعني مش هرد الرد اللي أنا أقول هم يعني يتعمل فيه كده. إحنا شوية بنعمل حاجات طبعا دراما عشان تعجب الناس، عشان تعجب دراما. لكن عموما أي بني آدم خاين أو كذاب شيء طبيعي طبعا ان انت تبعدي عنه تماما، تشيلي من حياتك. وما تحاوليش تقولي فرصه اولى وفرصه ثانيه، لان كثره الفرص دي بتخليكي انت بعد كده تطلعي مبررات للخاين عشان تتعايشي معاه. فده في حد ذاته انا بقول ان ده خطر جدا. ممتاز، هذه حكمة أولى لكل النساء. من الذي بدأنا بحكمة في موضوع الخيانة، خلينا نرجع للمسلسل. المسلسل يعني طبعاً. إيش اللي شدك فيه وخلاك تقولي أنا أبغى أرجع هذا الرمضان بهذا العمل؟ إنه ساسبنس، المكتب حلو قوي، إنه طارت شخصيات. وأنا اتعرض عليا كتير زمان اني اعمل فكره التوائم، بس كانوا دايما اتنين مش عارفه ايه حاجات كده، فكنت بشوفها مستهلكه قوي وما فيهاش جديد اقدمه للناس. اول مره احس ان ثلاثه وثلاثه شبه بعض، يعني انا كنت متمسكه جدا اني ما اعملش فرق في الشكل فيهم تماما. اوكي، يعني واحده بقى شعرها اصفر، واحده احمر، واحده لان شفت توائم
كتير تلاتات بنات وولاد نسخة من بعضهم يعني درجة ان هم بيكلموا زي بعض. فحبيت الفكرة دي قوي وحبيت الساسبنس والحاجة النفسية، لان انا بحس ان دي المنطقة اللي انا بتميز بيها او يعني نجحتي فيها بقوة. الحمد لله. قبل كده طبعا كمان تالت حاجة ودي الاهم، اني رجعت حد نفسي. فعشان تعملي تلات شخصيات التلاتة شبه بعض خارجيا لكن داخليا مختلفين تماما عن بعض فكريا وحتى اكلهم، يعني في واحدة فيهم فيجيتيريان، في واحدة مش عارفة، دي كانت تحدي بالنسبة لغادة عبد الرازق ان نلعب تلات شخصيات في وقت واحد. والاصعب كمان ان الناس ما تعرفش ان انا بقف قصاد نفسي بمثل وما فيش حد قدامي. أيوة أنا حابة تشرحي هذه الجزئية يا غادة، لأنه كتير ناس ما يعرفوها. أنت بتمثلي مشاهد مع نفسك، أنت قدام نفسك، شرحي لنا كيف مع الهوى. مع الهوى كيف بتعمليها؟ هقولك يعني مثلا هيبقى مثلا زي في مشهد مثلا التلاتة مع بعض، فمثلا اتنين قاعدين وواحدة واقفة. بلبس الأول فريدة واخش على الكرسي وأكلم فرح هنا وأكلم فريال هنا، بس هو مفيش حد، هو في هوا. وبعدين أرجع ألبس فرح، أقعد الناحية التانية وأكلم فريال كده وأكلم فريدة كده، وبرضو هوا مفيش حد. وبعدين ألبس فريال اللي هي التالتة وأطلع أتكلم مع فريدة وفرح، بس أنا بكلم الاتنين كرسي فاضيين يعني. ولكن أنت خالي بقى معايا 180 شخص العاملين معايا، فانا ببقى واقفه قدامهم كاني زي المجنونه بكلم نفسي بكلم الهوا يعني. لا يعني قد ايش صعب يعني، انت بتوجهي كلام من هنا بعدين ترجعي وتغيري شخصيتك وشكلك وكل شيء وتتكلمي مره، يعني الموضوع فعلا مو سهل. وافهمك لما تقولي تحدي جدا. ومطلوب كمان مني بقى ان انا وانا بمثل مثلا فرح بتتخانق مثلا مع اخت من الاخوات، ابقى انا جوايا بمثل هي هترد عليا ازاي اللي هي انا. أيوة. يعني انا هرد على نفسي انا ازاي في الخناقه دي. جننتينا يا غاده. فانا متخيله فريق العمل. انا جننت. ايوه فانا متخيله فريق العمل. طيب بس كمان المره هذه يمكن كمان اللي مختلف انه 15 حلقه وبادئين من نص رمضان، ليش هذه الخطوه؟ هقول لك ليه. لان العمل ده كان مكتوب من سنه ونص او سنتين وكان 30 حلقه. اوكي. وكنا هنخش نصور، حصل لنا مشكله، قعدنا حوالي 65 يوم خلاص خدنا قرار ان احنا مش هنخش المسلسل ده السنه دي، السنه الجايه. ايوه. فحصل برضو مناوشات كده وجينا قعدنا مع بعض وكان في يعني اصرار، فقلت لهم لو في اصرار قوي هيبقى 15، مش هقدر اجذب ب 30، لان العمل دوت عايز شغل وعايز تركيز قوي وعايزني انا كممثله ابقى حاضره ذهنيا ونفسيا عشان اعرف ارجع تاني. يعني عشان اعمل اللي انا عايزاه. اوكي. لما وصلت لده وضمنته الحمد لله رب العالمين دخلت صورت. ايوه. طيب وبصور لحد الوقت يعني. ايوه انا عارفه انت طالعه من اللوكيشن هذا، القصر اللي انت ساكنه فيه المفروض في المسلسل يعني. هو ده في ابو 100 مليون. ايوه لا متابعين معاكي الاحداث بتتحرك جلسه بسرعه واحنا جالسين بنتابع معاكي الموضوع. طيب بس كمان يعني خلي بالك على فكره انا من متابعين قناه العربيه يوميا. يا حبيبه قلبي يا سلام. هذا الكلام لا 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 هذا الكلام معروفه عني، بس والله ده حقيقة. أنا مش بجامل، لأن أنا أول حاجة بصحى الصبح وأنا بفطر لازم أسمع الأخبار. أيوة. فبجيب قناة العربية حتى بالليل لما باجي أنام، هما بيجيبوا مثلا قنوات تانية، أول ما أنزل الصبح وأفتح التلفزيون ألاقيها شغالة. مقفول عليها من بالليل. فهمتي؟ أيوة. لا برافو يا غادة، تستاهلي 10 نجمات على هذا الموضوع. ممتاز. وكمان ركزي على تفاعلكم. بس والله العظيم ركزي على تفاعلكم وعلى سارة. بس دي فعلا والله حقيقة.
من عيني. حاضر. أوكي. طيب غادة، خليني كمان أقول لك يمكن واحدة من الأشياء اللي كمان قالوا أنه سببت يعني كده دوشة عندكم كان أنه تغيير المخرج، أنه صار في اعتذار من المخرج الأساسي. هو إيش صار؟ صار في مشاكل؟ صار يعني إيش اللي صار؟ لا مش مشاكل، هو خاف الأستاذ هشام المخرج الأولاني خاف جدا لما ضيق الوقت اتقلل وأنه 15 حلقة، فهو يعني اتخض يعني لا ازاي انا مش هلحق اعمل كل اللي انا عايزه، مش هلحق اعمل واعمل 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 واعمل. وانا صراحه كنت خلاص اديت كلمه ان شاء الله داخله، وخلاص بقى في رقبتي ناس عملوا حسابهم انهم هيشتغلوا دلوقتي وان فلوسهم ان شاء الله هتيجي. فما كنتش اقدر يعني اقول له، قلت له خلاص حضرتك طبعا ده شيء طبيعي انا بحترمه في حضرتك، لكن انا مضطريه بعد إذنك طبعاً أجيب مخرج تاني. قال لي آه طبعاً، أنا أتمنى لكم كل الخير، وده اللي عملناه. أيوة. الحمد لله ربنا كرمنا برضو كلنا مع بعض الحمد لله. غادة كمان عسى أن تكرهوا شيئاً فهو خير لكم. أيوة صحيح، أنه يعني بالضبط ما تعرفي وين الخير في المواضيع هذه. بس كمان كان في اختيار ليلى زاهر عشان تشاركك العمل، وطبعاً يعني دائماً في حديث كان عن خلافك مع والدها الفنان الكبير أحمد زاهر، وقالوا أنه الاختيار ليلى كان مفاجأة للجميع. وبعدين يعني أنا شخصيا يعني وانا بتكلم مع الفنان احمد زاهر وزوجته هدى كانوا بيتكلموا كمان قد ايش انك انت كنتي رائعه في التعامل معها وقد ايش انك انت احتضنتيها. ففعليا هذا الاختيار كيف جاء؟ اولا ليلى كانت انا مختاراها من قبل ما احمد يطلع في البرنامج ويقول ان في مشاكل. حتى انا نفسي استغربت قوي، انا واحمد عمرنا ما اتخانقنا، عمر ما كان في بيننا خناقه، عمرنا وقفنا حتى قصاد بعض كده وزعقنا مع بعض. فأنا قلت أكيد حد وصل له أو حد قال له ده، فبالتالي هو خد الخطوة من غير ما يسألني، فاهمة؟ بس فلما ده حصل فجم قالوا لي طب أنت شايفة إيه يعني ليلى؟ قلت لهم لا 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 لا، ليلى هتيجي وليلى هتشتغل، وبعدين دي مهنة، إحنا بروفيشنال يا جماعة، أنا مش ممثلين أبدا اللي بصفي حسابات شخصية. دي شغلتي. أيوة. دي مهنتي، دي أكل عيشي، دي حاجة كنت بحلم بيها طول حياتي، هي اللي عملتني. فهل أنا أبقى ست دخل في شغلي؟ أصل مين قال وفلان عاد لا 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 لا, لا. وبالذات إن بجد بجد أنا ما بكرهوش، أنا مش عارفة هو جاب الكلام ده منين. الحاجة الوحيدة بس اللي قلتها له، قلت له أحمد قبل ما تقول اتأكد، لأن ممكن أنا حكايتي عدت، أنا ست ذكية وخبرتي بسني، ممكن ده يحصل مع حد تاني مبقاش عنده خبرتي أو مبقاش زيي، فهماني؟ فتحصل بجد مشكلة. هو بس عشان يعني التوضيح، هو قال وقتها أنه تم استبعاده من عمل بسببك يعني، فأنت بتقولي أنه لا هذا الشيء ما صار حتى. لا 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 اوكي طيب. خليني كمان يصير ممكن انقلك على موضوع تسارع الاحداث. يعني نحن عدينا الان يعني في 4 حلقات وكل حلقه مليانه 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 يعني يعني انتم متعمدين تعملوا هذا الشيء انه الحلقه يكون رتمها مليان. اكيد. بس اقول لك حاجه، هو اللي خدمنا ان احنا اصلا بقول لك كنا كاتبين المسلسل من سنتين. اوكي، وكانوا 30 حلقه، انا اختصرته كمان مشدودين. اوكي، فلما اختصرتي ال 30 اللي انت واخده فيهم مجهود جامد قوي وعملتيهم في 15، فبقاش عندك نفس خلاص. ايوه، فبقت الحكايه كلها تك 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 تك. ايه لا خليني بدي اسالك بس، ما انا بقول لك عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم، هي جت من عند ربنا. ايه خليني بس بدي اسالك، 30 نزلوا 15. ايه حابه بس اسالك اسئله سريعه. في تعرف المواقع اللي هي بتصنف المسلسلات حاطين انه المسلسل للكبار فقط، بتتفقي مع هذا التصنيف؟ للكبار فقط، لينا ما فيهوش اي حاجه خالص. مش عارفه حاطينه كده يمكن علشان مشهد انه في خيانه وكذا وانه او القتل او طب ما هو كل اللي بينعرض كده على الشاشه صاير
بده بيفتحوا الحاجات دي على النت. كله بينعرض على الشاشه كده. طيب خليني بدي اسالك كمان شيء ثاني. انت قبل صرحتي كمان انك انت في ايام التصوير الطويله ما بتصومي، وتصريحك ده اكيد شفتي الجدل اللي عمله اصلا بشكل عام. غاده، انت اي تصريح لك بتعملي على طول جدل وترند بالكلام ده كله، فانت لما قلتي انا ايام التصوير الطويله ما بصوم فيها عملوا جدل على ده الموضوع، بتحبي توضحي شيء عن ده الكلام؟ أوضح، أنا ما قلتش كده على فكرة، أنا قلت ساعات لو طبقت في التصوير، في التصوير يومين أو ثلاثة ورا بعض ما أقدرش أصوم فيهم لأني باخد أدوية. أدوية سابوا كل اللي أنا قلته ده. أيوة، طبين أصلها ما بتصومش في رمضان لما بتشتغل. ممتاز غادة انك انت الان وضحتي هذا الموضوع، لانه العناوين فعلا كلها اجتزأت جزء معين يعني، فجيد انك انت وضحتي هذا الشيء. غادة، انا عارفه انك انت بتصوري وانك حابه تقولي شيء، تضيفي شيء؟ تفضلي. عايزه اقول كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد، وبحبكم جدا. احنا اللي بنحبك اكثر، بس انا كمان الوطن العربي بكل ناسه. ايه، انا حابه بس كمان غاده، طبعا احنا حنستمر في الحديث عن المسلسل، وواضح انه اصلا الايام الجايه الحديث مستمر على المسلسل حيكون، لانه كل يوم فعلا بيكون ترند يعني. بس معانا ان شاء الله كمان مؤلفه المسلسل، وهي حترد على بعض الجدل اللي صاير على هذه القصه والدعاوى اللي طالعه على المسلسل وما الى ذلك، واحنا حنسالها عن هذا الموضوع. بس كنت حابه اشوف اذا انت حضرتك عندك تعليق او تحب تضيفي شيء على هذا الموضوع. هقول حاجة واحدة بس، دايما الشجر المثمرة بيحدفوها بالطوب. أنا فاكرة كويس جدا إن كل الأعمال اللي أنا عملتها اللي كانت ناجحة وعملت بوم من أول أسبوع اتقال عليها نفس الكلام. وهفكرك نفس الكلام ده حصل في سبق الإصرار وحكاية حياة وكابوس وحد تمرة، نفس ده بالظبط بالملي. دايما يعني ما شاء الله عليك، يعني النجاح كمان بيجي مع جدل. غادة، ما نقدر ننكر هذا الشيء. والسؤال الأخير يا غادة، كيف ما شاء الله بتفضلي حلوة؟ عشان نفسيتي كويسة. حلو الجواب ده، كلنا بنقول والله لو انا يعني نفسيتي، انا نفسي تكون كويسه كمان يا غاده على كده، هحاول اخلي نفسيتي كويسه. انت عشان كده شايفاكي دلوقتي انت حلوه. خلاص اسمع يا غادة، انت احسن مسلسل في رمضان، وانت 10 نجمات في كل شيء. انت خلاص، انا انت نجمتي 10 على 10 انت الان خلاص. حبيبتي بالتوفيق، وانا بقول للناس صراحة يشوفوا المسلسل لانه فعلا احداث متسارعة ومختلف عن كل اللي موجود حقيقة يعني. الحمد لله، نورتينا يا غادة، نورتينا، وانا عارفه اني اخذينك من التصوير. ارجعي لتصويرك وكملي تصويرك، وبالتوفيق دائما وابدا حبيبتي. شكرا لك، باي. احنا تكلمنا في الجزء الاول مع في البرنامج من حلقتنا اليوم مع النجمه غاده عبد الرازق عن مسلسلها تلت الثلاثه والاصداء الكبيره اللي عملها المسلسل، لكن مع الاصداء والاشادات كمان ذكرنا انه في جدل وعناوين كثير شفناها عن سرقه المسلسل من مسلسلات اجنبيه، ودعاوى قضائيه من كاتبه بتقول انها صاحبه المسلسل الحقيقيه وغيره. خلينا نلخص لكم الكلام السائد للان. اولا، من وقت ما نزل بوستر العمل والاتهامات نزلت عليه انه بيتشابه مع بوستر مسلسل مكسيكي. طيب في كمان اصوات طلعت قالت لا، ترى المسلسل ماخوذ ومقتبس من كم عمل تانيين، هم مسلسل اجنبي اسمه تريبتك وفي فيلم اسمه لافينج ادلت. طيب وفي كمان انتقادات وكلام توجه للكاتبه انها حولت المسلسل ل 15 حلقه في اللحظه الاخيره لانها ما لحقت تكتب 30 حلقه كامله. وفوق كل هذا طلعت كمان كاتبه اسمها سو شاهين اتهمت الصناع بالسرقه، وقالت انها عرضت النص على النجمه غاده عبد الرازق من قبل وكان اسمه لعبه التغيير، وانها كانت متفقه معاها على البدء بالتصوير في نوفمبر، ولكن غاده قطعت التواصل معاها والكاتبه انصدمت بس شافت بوستر المسلسل. وهي الآن رفعت دعوى قضائية ضد غادة وكل صناع العمل، واتهمتهم بالسرقة أو بسرقة العمل منها تحديدا، وطالبت في دعواها بوقف عرض المسلسل فورا. كل ما سبق هذا للآن ما طلع عليه ولا أي رد رسمي، وإحنا قلنا ما في إلا كاتبة المسلسل بنفسها اللي تطلع وتوضح، وحتكون
تكون معنا الآن في أول مقابلة لها ورد رسمي على كل الجدل. الكاتبة طبعا هبة الحسيني، الكلام هذا عن التشابه والاقتباس أو أيا كان اسمه في جمهور اتفق معه. معنا من القاهرة مؤلفة مسلسل تلت الثلاثة هبة الحسيني، أهلا فيك معنا يا هبة، وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة، مرسي قوي، أهلا بيك. طبعا هبة، يعني المسلسل بدأ عرضه وطبعا زي ما ذكرنا للأستاذة غادة عبد الرازق أنه طبعا في نجاح، في حديث عنه، عامل ترند، كل هذا الكلام، بس برضو مصاحبه الكثير من الجدل، والجدل هذا في الموضوع خصوصا يخصك أنت بالدرجة الأولى اللي هو القصة. في كذا اتهام، أول شيء في اتهامات أنه مقتبس من أعمال أجنبية، هل شفتي هذه الأعمال؟ هل قدرتي تراجعي أو شيء تشوفي وجه الشبه اللي بيتكلموا عنه الناس؟ بصي، هو من أول ما بدأنا أصلاً أعلننا أصلاً عن العمل في كم كبير جداً من حملة كده تم شنها فجأة. أنا مش فاهمة يعني إزاي حد ينتقد أو يتوقع قصة حاجة من مجرد البوستر وهو لسه ما شافهاش. فمن البداية خالص كان في ربط كده غريب جدا. والحقيقة أن أنا عايزة بس أبتدي كلامي كده بحاجة أعتقد أن هي هتبقى بديهية، أنه في حاجتين لا يتفقان أبدا، التكرار والتشويق. فاش حاجة مكررة تحقق تشويق، والحالة اللي احنا عايشينها دلوقتي مع المشاهدين على السوشيال ميديا، وحضراتكم أكيد بتتابعوا، بدليل أن أنتم معانا أصلاً النهاردة، لو احنا مش ناجحين أنتم مش هتبقوا معانا. أن الناس قاعدة على أعصابها، لا عارفة مين عايش مين مات، مين صح. جاي مين رايح، إيه اللي هيحصل؟ فإزاي حاجة مكررة أو بلغة السوق منحوتة بين قوسين هتبقى محققة تشويق؟ يعني هاو كم الضدين دول ما يجتمعوش؟ دي نقطة. النقطة الثانية، أنا ليه مش عارفة يعني ليه لما الخواجة بيروح لقضية حقيقية أو حالة نفسية أو حادثة حصلت في بلد ما ويعملها في مسلسل في فيلم واتيفر بنسقف له بنقول له برافو، بس إحنا لما نيجي ناخد منها لاين أو ناخد منها خط حادثة حقيقية ألاقي الناس بتقولك أصلا أنت سارق من الخواجة. لا، هو الخواجة لا يمتلك الحدث الحقيقي. وأنا عايزة أقول كل البوستات اللي شفتها وعملي والمقارنات اللي أنا قريتها ما بين المسلسل وما بين مسلسلات أخرى أو أفلام أخرى، كلها يعني كل الأعمال اللي تم مقارنتها كلها مستوحى من أعمال حقيقية. إذن لو فرضنا جدلا إن أنا أخذت لاين من الحادثة الحقيقية دي، هل أنا مطلوب مني ككاتبة إنه يشير للكاتب الأمريكي أو الدنماركي أو الروسي أو الكوري اللي خد من نفس الحادثة الحقيقية؟ ليه؟ هو مش مصدري أنا، مصدري الواقع الحقيقي، القضية أو الحالة. أي هل أنت مستوحية أي شيء يا هبة من قصص حقيقية؟ طبعا، بس أنا مش مطلوب مني أن أنا أحرق مسلسلي وهو لسه بتعرض. أوكي. يعني هل أطلع أرد عشان أكسب جدل يعني جدل على السوشيال ميديا وجدل افتراضي عشان أحرق مسلسلي؟ أنا كل أقدر أقوله من خلالكم أنه الأحداث أبعد بكتير 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 من اللي بيتم طرحه. طيب، بس وبيتم بس هو في كلام أنه مو بس أنه يعني مقتبس من أشياء أجنبية أو يعني زي ما قلتي منحوت أو كذا. في كاتبة طلعت واتهمتكم ورفعت دعوة وقالت أنه هي عرضت الفكرة والسيناريو هذا على غادة. تمام، صح. ما هي بقى نشرت، مش هي نشرت المعالجة اللي كانت، صح، نشرت المعالجة فعلا، المعالجة منشورة. أيوة. والمسلسل بيتعرض. أيوة. والحكم للجمهور. والحكم الثاني للقضاء. لأنه هي يعني برضو المعالجة اللي نشرتها فيها برضو ثلاث أخوات وأنهم بيكونوا توائم وجريمة بترتكب وهكذا. إيه المشكلة؟ أنا عندي بنتين توأم، وأول ما بدأت أشتغل على المشاكل اللي بيعيشها التوائم، الأمراض النفسية والحالات اللي ممكن تصاب التوائم، في نفس الوقت ده أنا اتكلمت أنا وأستاذة غادة
عن ايه الافكار اللي ممكن نشتغل عليها. احنا شغالين على المسلسل ده بقالنا سنتين، لان احنا اصلا كنت هشتغل انا واستاذه غاده قبل كده يعني في رمضان اللي فات مش في رمضان ده، وكان عندنا مجموعه افكار كتيره بنطرحها وبنتناقش فيها، وطورنا الفكره مع بعض واشتغلنا عليها مع بعض. هي كان عندها رغبه ان هي تشتغل على خطوط معينه، ايوه ليها التحدي ليها كممثله، وانا كان عندي مخزون من القصص عن التوائم من خلال تجربتي في ان انا انجبت توأم بنتين برضو متطابقين بالمناسبه. الله يخلي لكم الله يخليك. فبالتالي احنا دماغنا التقت مع بعض وخلقنا حاجه. هبه حاسه انك مزعوجه جدا من الموضوع. لا انا بس حاسه انه الموضوع دوت يعني حاسه ان في ناس مش قادره تصدق او تستوعب او تقتنع ان احنا في الميدل ايست او في المجتمع العربي يعني نقدر نعمل حاجه حلوه. لازم لو شفنا حاجه حلوه نفكر على طول اول حاجه تيجي في بالنا هو احنا واخدينها من مين. لا احنا واخدين من نفس السورس اللي بياخد منه مين ده برضو. يعني هي الفكره ان المجتمع والعالم مليء بالقصص وبالحواديت. الفكره انت هتعالجها ازاي. وبعدين احنا عندنا لسه احنا دلوقتي بنعرض الحلقه الخامسه يعني ان شاء الله يعني على خير بقيه المسلسل يتعرض، والحكم في النهايه للجمهور. يعني مفيش اي حاجه من اللي بتتقال على السوشيال ميديا تقدر ان هي تحكم على العشر حلقات اللي لسه جايين. احنا لا ايه. وعلى العموم يعني هي كمان الكاتبة الأخرى رفعت دعوة والمحكمة رح تنظر في الموضوع. نحن بنشكرك على هذه التوضيحات وهذه المداخلة. شكرا لك، وطبعا تمنياتنا لك بالتوفيق في المسلسل. كانت معنا من القاهرة مؤلفة مسلسل تلت الثلاثة هبة الحسيني، شكرا لك. محمد شاهين اسم في آخر كم سنة بيصدمنا صدمات سعيدة جدا في دور بعد دور، من إلا أنا لموضوع عائلي لفضل نعمة لأحلام سعيدة لسوتس بالعربي، مفاجآت وصدمات رائعة بيفاجئنا فيها محمد شاهين. لكن هذا كله ممكن نقول أنه زهر ونور هذا الرمضان بشكل وشخصية جديدة ومختلفة على محمد، اللي هو آدم في الهرشة السابعة، اللي من يوم ما بدأ عرضه إلى أن خلص وهو مجنن الناس. آدم هذا طيب وصبور ولا قاسي ولا مظلوم ولا إيش وضعه؟ لا عندي مشكلة كبيرة جدا معاه. تتلكك بقى. لكن هما في الأصل. طبعا. هو أنت متجوزاني عشان تقربي من عيشة في بيت أهلك؟ كلمي 100 مرة في اليوم، مفيش مرة في يوم بيبقى فيها حاجة مهمة، واحدة زهقانة وبتستني روحها. أنا أكتر واحد كنت واقف جنبك وبشجعك في الأول، ولا لبست حاجة. أنت أصلا ما بتقدريش أي حاجة أنا بعملها. على الرغم من أنه شخصية آدم اللي قدمها محمد شاهين مختلفة عنه تماماً، مثل ما كان هو صرح سابقاً، يعني هو لم يتزوج ولا خاض تجارب ومشاكل الحياة الزوجية ولا أنجب، ولكن قدر يتألق في الدور ويبهر الجميع في دور آدم، والإشادات فيه على المنصات كانت أكبر دليل. ومعنا النجم محمد شاهين. اهلا فيك يا محمد ومبروك النجاح. اهلا بيك يا ساره والله يبارك فيك. مرسي جدا 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 وشكرا على التقديمه الحلوه دي. لا ابدا انت تستاهل اكثر من كده، يعني انت عيشتنا حلقات يعني في البدايه حبيناك، بعدين صرنا متنرفزين منك واختلطت مشاعرنا معك وكل هذا الكلام. طب اول شيء يعني انت طبعا قريب من يعني انت من هذا العمل، والعمل نجح مع الناس بشكل كبير، ليش الناس حست انه هذا العمل حقيقي في وسط كثير اعمال تانية بتنعرض ما حد شاف انها قريبه منه قد كده؟ والله من يعني هو من بدايه خالص يعني من الكتابه مارين نعوم وسرد كاتبين سكريبت الكلام فيه حقيقي والمواقف حقيقيه
والحوار فيه حقيقي جدا ما بين الشخصيات يعني. بعدين قبليهم بقى في كريم شناوي، وهو عايز يعمل حاجه يعني واقعيه حقيقيه. انا كان لازم يعني، او كلنا يعني كل الممثلين هم بالديكور، برضو مهندس ديكور علي حسام ومدير التصوير مصطفى فهمي برضو من الابطال اللي يعني اظهروا العمل. يعني كل الناس، معظم الناس كانوا فاكرين ان دي بيوت، دي ده ديكور، ومهندس الديكور هو اللي باني البيتين بتاع ادم ونادين وسلمى وشريف، ومدير التصوير هو اللي منور البيوت بالشمس يعني قصدي نهار وليل، كل ده يعني مصطفى هو اللي عامله. فكنا احنا كمان برضو ممثلين يعني، لازم برضو احنا كمان نبقى حقيقيين. فاعتقد ان كل واحد دور من حتة ازاي يعني يلاقي الكاركتر اللي هو بيعمله ده ويطلعه حقيقي يعني. ايه والحمد لله يعني الموضوع كله طلع يعني في روح حقيقية، ما فيش تمثيل قوي يعني. وده حتى مش يعني، والله يعني مش عايز اقول كده، ما هو مش بالاتفاق يعني، هو كل حاجة طلعت كده ايوه، يعني مش يعني التركيبة الخلطة. كريم يعني هو كمان يعني ما فيش اتجاه يعني، مش كريم جه قال لنا يا جماعة لا احنا عايزين، لا لا خالص خالص، هو مرة واحدة هو ده حصل يعني، ايوه مع كل مشهد ده بيحصل. وبيزود بقى عليه كريم الحقيقية أكتر في تفصيل، في جمل، في لحظة، في بس يعني كمان في نفس الوقت أنت الشخص زي ما ذكرت، أنت بعيد يعني عن عالم المتزوجين يعني والعلاقات الزوجية والعيال والكلام ده كله، يعني كيف جلست أقنعتنا أنك فعلا مش طايق نفسك ومش طايق العيال ومش طايقها لنادين؟ يعني كيف أقنعتنا؟ والله بص يا ساره، يعني ايه، ربنا وفقني الحمد لله يعني. كمان انا عندي خبرات كده صغيره، يعني الناس اللي حواليا اصحابي، اخويا، الناس اعرفهم قرايبي، وناس يعني عشرتهم من اول من قبل ما يتجوزوا لغايه لما اتجوزوا وبعد ما اتجوزوا، وبسفريات بكل حاجه، في التفاصيل دي كلها تقريبا شفتها يعني، شفتها قدام عيني. الناس يعني الناس بتنفذها مع بعض يعني، فاهمه؟ فده الحمد يعني، فده يعني يعني بالمبدأ انت فضحت اصحابك وفضحت اخوك، مصر كلها، العالم كله على فكره. بقول لك ايه، انا في واحد صاحبي يعني مش مصري، وحياة ربنا شاف التريلر يعني، كان تريلر نزل احنا لسه بنصور، وبعدين شاف التريلر وكانوا قاعدين انا واصحابي وبتاع، فبقول لهم اتفرجوا على التريلر وبتاع، وبعدين ده ايه ده بيحصل عندنا؟ بيحصل عندكم ايه يا ابني؟ بصي ده بيحصل في كل بيت في العالم كله يعني، مش العالم العربي بس، العالم كله يعني. ايوه طب لو انت مثلا الان، لو يعني انت خارج هذا العمل وطالعت في ادم، تقول ظالم او مظلوم؟ والله هو ظالم ومظلوم يعني، هو ادم يعني مش يعني بيعمل حاجات تمام كويسه جدا وكل حاجه، بس برضو هو غلطان في شويه حاجات، زي ما نادين برضو ظالمه ومظلومه، هما الاثنين يعني، هما الاثنين ظلموا بعض وظلموا نفسهم. يستاهل اللي عملته داليا فيه؟ هو اصل ادم غلبان قوي، يا مش سلام. بس ثانيه واحده والله العظيم، وبرده اوكي نادين هقول لك ليه، هقول لك ليه والله، لان هما الاثنين ما عندهمش تجارب مع يعني، ما خطبوش مثلا وفسخوا، ما يعني ما عندهمش علاقات. هما الاثنين عرفوا بعض في المدرسه وبعدين كملوا لغايه لما شفناهم. فتخيلي الاثنين دول ما عندهمش اي خبره في اي علاقات خالص، هما الاثنين بس. ايوه بس هو دايما الانطباع انه الحب بينقذ كل شيء، بس انتم في المسلسل طبعا خليتونا يعني نؤمن انه الحب ما بيسوي نكله بعد الزواج. يعني لا يعني 22 سنه دي معجزه. اي بس محمد، نقدر نقول انه يعني انت مضرب عن الزواج بسبب اللي شايفه حوالينك وبسبب هذه الاشياء؟
مش مضرب والله مش حكايه اضراب انا يعني عمري ما قلت انا ما انا مضرب انا مش هتجوز لا لا خالص هو الموضوع جاي كله بالصدفه يعني انا كل حاجه ماشيها بعقلي وقلبي الشغل حياتي اصحابي اللي حاجه اللي تريحني بعملها لو ما بتريحنيش ما بعملهاش ما بضغطش نفسي على حاجه علشان مش بقول ان انا عارف ايه اخرتها في اي حاجه في شغل او يعني حاجه حياتيه بس بحس ان انا يعني شويه عارف ممكن ايه اللي يحصل شويه قدام بالظروف اللي انا شايفها قدامي يعني فما في ظروف كانت ملائمه ليا تخليني ادخل في علاقه جواز لغايه دلوقتي. والهرشه السابعه اكد لك الموضوع بزياده. لا لا خالص والله العظيم ابدا لا 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 ابدا بالعكس ازاي دول الاثنين يعني اللي هم في الاخر يعني ما لهمش غير بعض يعني اللي اتفرج في الاخر لو جينا نتفرج هنلاقي ان الاثنين لسه بيحبوا بعض الاحسن ان هم يرجعوا لبعض بس في تعاسه يا محمد في تعاسه والنهايه جات مفتوحه وعجب هذا الشيء كثير ناس لا بالاتفاق ما فيش تعاسه هم في الاخر عملوا ايه؟ اتكلموا فضفضوا ده قال وجهة نظره ودي قالت وجهة نظرها وسمعوا بعض وما كانوش سامعين بعض انا حاسه انه هي حاسه انه انا وانت عاملين سيشن ثيرابي الان على الهواء بعد شويه انا ما اعرفش ازاي شبه البودكاست اللي بتعمله نادين يعني انا وانت هنفتح قلوبنا وانا هحكي لك على زواجي وانت رح تحكي لي على الموضوع ونقعد بقى يلا نفتح قلوبنا لبعض انا عمري فاكر ما بتكلمش بالجو بالشكل ده انا عارف ايه اللي حصل انت حسيت نفسك على الشزلون ده طيب انا واحده دكتور بقى ويعني عارفه بس والله يعني هو حقيقي محمد الناس كمان من وقت يعني الاعمال السابقه الناس حابه يعني حبتك انت وامينه خليل حابه العلاقه هذه او التعاون فريق العمل هذا انت سامعني محمد؟ دلوقتي كده سامعك اوكي ايه فكنت حابه اسالك عن امينه تحديدا خصوصا انكم طول الوقت مع بعض يعني وبتصرخوا يعني احنا مرينا بكل المراحل حبينا بعض وغيرنا على بعض وزعقنا لبعض وهزقنا بعض فمرينا بكل المراحل انا وامينه مثلنا مع بعض زمان ودي تاني مرة مثلا يعني يمكن زمان ما كانش فيه مشاهد بيننا بس المرة دي ما فيش مشاهد غير مع بعض ودي كانت حاجة حلوة جدا أمينة من الممثلين اللي بيساعدوا الواحد ان هو يعمل حاجة كويسة صحية رائعة ان انا اوصل لها وان احنا يعني نوصل للدرجة دي من المصداقية هي ممثلة مريحة جميلة لذيذة شاطرة حقيقي عينيها فيها حاجات كتير جدا حقيقي تالنتد حقيقي احب ان انا اشتغل مع امينة كتير ايوه وحتى هي في شخصيتها في الحياة الطبيعية رائعة ايضا طيب سريعا جميلة محمد جميلة سوتس في جزء تاني ولغاية دلوقتي لسه ما فيش كلام بس الناس اعتمدنا طبعا طيب وصحتك طمنا على صحتك قبل فترة كان عندك يعني تعبت شوية طمنا على صحتك غيرت أسلوب حياتك شيء الحمد لله زي الفل غيرت طبعا حاجات كتير عشان كان لازم أغير حاجات كتير والحمد لله دلوقتي اعتمدت على صحة جيدة الحمد لله ومثلت كويسة الحمد لله لا الحمد لله الحمد لله وسلامة قلبك أصلا وهو أنت مريح نفسك لا تتزوج يا محمد خلي كده قلبك صحي أنت مش ناقص يا ابني طيب والله على فكرة ممكن مرة واحدة مثلا بكرة تلاقيني متجوز يعني عادي أنا طب اعزمني على الفرح عشان أبتدي القصة من البداية أشوف القصة من البداية وسنة أولى وسنة ثانية وكذا والكلام ده كله محمد لازم محمد لازم اشوفك في الطبيعه اوكي طيب شكرا لك نورتنا 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 كان معنا النجم محمد شاهين شكرا لك
مشاهدينا، باي باي.